السلام عليكم حبايبي التلاميذ، إن شاء الله يا رب تكونون بخير وسلامة. وياكم الست شهد المادة الاجتماعية في الصف السادس ابتدائي. اليوم راح نبلش موضوع جديد ومحافظة جديدة، هي محافظة كربلاء المقدسة. مثل ما تعلمنا وتعودنا أنه أول ما نبلش بيه بأي محافظة لازم نعرف موقعها الجغرافي، فهنا أريد نعرف موقع محافظة كربلاء. تقع محافظة كربلاء في القسم الغربي الأوسط من العراق على حافة الهضبة الغربية. وين؟ في القسم الغربي الأوسط من العراق على حافة الهضبة الغربية. نيجي نحدد محافظة كربلاء على الخريطة. هذه كربلاء بهذا الشكل محددة بالأحمر، موقعها في القسم الغربي يعني بالجهة الغربية الوسطى من العراق على حافة منطقة الهضبة الغربية. تمام. إذا نجي للتضاريس والمناخ، فمحافظة كربلاء تقع ضمن منطقتين، منطقة السهل الرسوبي والهضبة الغربية. ضمن السهل الرسوبي والهضبة الغربية. السهل الرسوبي وين موجود؟ موجود السهل الرسوبي في الأقسام الشرقية والوسطى، في الأقسام الشرقية والوسطى من محافظة كربلاء. أما بالنسبة للهضبة الغربية فموجودة في الأقسام الغربية. تمام؟ هذا بالنسبة للتضاريس. إذا نجي للمناخ، فتقع محافظة كربلاء ضمن المناخ الصحراوي. احنا مثل ما علمتكم أنه أي محافظة تقع بالجنوب فمناخها صحراوي. شنو يعني صحراوي؟ يكون حار جاف في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء مع أمطار قليلة متذبذبة. هسه راح نيجي على طرق النقل والمواصلات. أكو تعليل كلش وزاري مهم. تحظى طرق النقل في محافظة كربلاء بأهمية كبيرة. يعني لماذا طرق النقل محافظة كربلاء تمتلك أهمية كبيرة؟ هذا السبب يعود لأن محافظة كربلاء من المراكز الدينية المقدسة. كنا نعرف محافظة كربلاء محافظة دينية مقدسة. إذا نجي على الموارد المائية، تعتمد كربلاء هنا على مصدرين للمياه، مياه سطحية ومياه جوفية. مياه سطحية مثل نهر الفرات اللي يتمثل بشط الهندية، هذا الشط اللي هو المصدر الرئيسي للمياه في كربلاء، يجري في شرق محافظة كربلاء. هذا بالنسبة للمياه السطحية. المياه الجوفية، شنو يعني مياه جوفية؟ هي المياه الموجودة في باطن أو داخل الأرض. أهم عين للمياه الجوفية في كربلاء هي عين واحدة، عين التمر الثاثة. عين التمر أو تسمية أخرى إلها شثاثة، تعريف وزاري مهم. وهي أهم المناطق التي يوجد فيها مياه جوفية ويعتمد عليها سكان الأقسام الغربية في محافظة كربلاء. إذا نجي على النشاط الاقتصادي، فتزرع محافظة كربلاء محاصيل زراعية ومحاصيل صناعية. المحاصيل الزراعية مثل قمح، شعير، ورز، وذرة. محاصيل صناعية مثل السمسم وزهرة الشمس. وأيضا تمتلك كربلاء بالإضافة إلى ذلك أهمية كبيرة في زراعة أشجار النخيل والفاكهة. هذه بالنسبة للزراعة. إذا نجي على الصناعة، تشتهر بثلاث صناعات: غذائية وإنشائية وصناعات خفيفة. كنا الغذائية اللي هي المعلبات، الإنشائية اللي هي مواد البناء مثل معمل إسمنت الموجود في كربلاء، والصناعات الخفيفة ذات تذكرون ماماتي هاي الصناعة أخذناها في محافظة بابل، اللي هي صناعة تشمل صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث وغيرها. هسه راح ننتقل عن النبذة التاريخية. عندك فراغ كلش مهم. أصل تسمية كربلاء يعود إلى أصل بابلي. يعود أصل تسمية كربلاء إلى أصل بابلي، يعني أصل هذه التسمية أصل بابلي. فراغ آخر، أنجز السلطان العثماني سليمان القانوني مهمة حفر نهر من الفرات سمية بنهر السليماني. يعني سابقا سليمان القانوني قام بحفر نهر من الفرات سمى على اسمه اللي هو نهر السليماني، ولكن حاليا بالوقت الحالي سموه بنهر الحسينية.
هسه راح ننتقل على المراقد الدينية. سؤال مهم، ما هي أهم المراقد الدينية في محافظة كربلاء؟ روضة حسينية والروضة العباسية. الروضة الحسينية من اسمها تضم مرقد الإمام الحسين بن علي الذي استشهد في معركة الطف سنة 61 هجرية. الروضة العباسية اللي هي تضم مرقد الإمام العباس بن علي بن أبي طالب الذي استشهد أيضا في معركة الطف سنة 61 هجرية مع الإمام الحسين. المسافة بين الروضتين والعتبتين 247 متر. إذا ننتقل على المواقع التاريخية، ولازم نفرق ما بين المراقد الدينية وبين المواقع التاريخية. المواقع التاريخية محافظة كربلاء اثنين، قصر الأخيضر وخان النخيلة. قصر الأخيضر هذا القصر موجود داخل حصن منيع في البادية جنوب غرب كربلاء. خان النخيلة أو خان الربع سمي بخان الربع أنه يقع في ربع المسافة ما بين كربلاء والنجف، يعني هذا الخان موجود بين كربلاء وبين النجف، وهذا الخان مخصص للمسافرين والسياح القادمين من غير محافظات. نحن ما ممكن خلصنا محافظة كربلاء، وأتمنى يا رب الموفقية للجميع، وأحبكم هواية. إلى اللقاء.